الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كان من لطيف شمائل حبيبنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي ذكرت أنه كان يحب الفعل الحسن، يحب الأشياء الجميلة ويحب الأسماء الجميلة ويحب الجمال، لأن الله سبحانه وتعالى جمله بأفضل ما يجمل الخلق، فهو أجمل الناس ظاهرا وأجمل الناس باطنا، فعينه جميلة ورؤيته جميلة، وكان يحب الجمال وكان يكره الأسماء السيئة. وكان عليه الصلاة والسلام من عادته أن يحب الفعل الحسن، فمن ذلك أنه مرة لما كان في طريقه في طريق الطائف فمر بواد أو بممر، وكان هذا المكان يسمى بالضيق، فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال بل هذا الأيسر، فسماه بالوادي الأيسر أو بالممر الأيسر من اليسر والسهولة بدل الضيق. وهكذا لقي مرة لما كان في الهجرة وكان معه أبو بكر رضي الله عنه، فلما كانوا في الطريق لقي رجل فسأله صلى الله عليه وسلم من أنت؟ قال أنا بريدة. فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وقال برد أمرنا يا أبا بكر، فأخذ المعنى كأنه إشارة ربانية من اسم هذا الرجل أخذا بالفعل الحسن، كان يكره التطير والتشاؤم ويحب التفاؤل. ثم قال له من؟ قال له من أسلم. قال والتفت إلى أبي بكر سلمنا يا أبا بكر. قال له من بني من؟ قال له من بني سهم. فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وقال أصاب سهمك يا أبا بكر، فأخذ من كل أسمائه ما يناسب الحالة وما يناسب الوقت. وهكذا ذكرنا في بعض الأخبار لما جاء سهيل بن عمرو ليناقشه في الحديبية، فلما قال من القادم قالوا سهيل بن عمرو، قال سهل الأمر. وكان إذا جاءه بعض الناس يسأله عن اسمه فإذا وجد اسمه لا ليس بجميل يجمله، فمن ذلك ما حكى إمام التابعين سيدنا سعيد بن المسيب قال إن سبب، قال وهو يقول لبعض أصحابه وكان يكره أن يسمونه ابن المسيب المسيب، ويقولوا لا تجعلوني هكذا إنما أقول ابن المسيب ليس المسيب، فيقول إذا رأيت في شيئا من رعونة في خلقي فإنما ذلك بسبب جدي. ما هي قصة جدك؟ كان جده لما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أسلم فسأله رسول الله ما اسمك؟ فقال اسمي حزن. الحزن هي الأرض الصلبة الشديدة، فقال صلى الله عليه وسلم بل سهل، غير اسمه، فقال يا رسول الله سميني باسمي الذي سمتني به أمي، حزن حزن، فقال حزن حزن، ما أحب أن يغير اسمه، فبقي فيه شدة. فيقول سعيد ابن المسيب يقول إذا رأيت في شدة أو رعونة فأعلم أنها بسبب جدي هذا، أنه ما رضي باسم سهل وأبقى فينا اسم حزن وهو بمعنى الصعب. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته أنه يحب الفعل الحسن، وهذا من علامات صفاء وبياض وسلامة قلب المؤمن، أنه دائما يتفاءل، دائما يحب الأشياء الجميلة، دائما يكون إنسانا إيجابيا كما يقولون. فليس هناك أحد أحسن وجهة وحسن ظن بالله مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى خطاك يا